عبد الوهاب بن فقيه الله والسالي، وهذا حجة على ما نقول. عبد الوهاب بن فقيه أسابيع، ماشي أسابيع، يمكن غير أسبوع قبل، أسبوع قبل انطلاق الترشيحات وكذا، كان دار عودة لنشاطه إلى الاتحاد الاشتراكي، وكان يناقشني في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالانتخابات، وتحضر المرشحين. جهة تعلمون أن اتحاد اشتراكي القوات الشعبية كان فيها أولا من حيث تدير لا في المجالس ولا في البرلمانيين، هذه الجهة حتى الجهة اللي اعتبرت على أنها خصها تضب شي شويه وخصها هذا السيد يلتحق بها، كنا نلتقي وكان يصرح بانه ما غادي يدير، لان كانت توصلني الاصداء. عبد الفقيه الله يرحمه راه في دار الحق، راه كلهم اللي في التحالف الدولي كلهم دقوا عليه وطلبوا منه باش يلتحق بهم. لما التحق بالأصالة والمعاصرة استفسرته، شهد التاريخ هاي وشان الله والله يرحمه، ولربما ما قاله لي الحجة فيه هي آخر ما كتبه. ما قاله نقولها لكم بكل مسؤولية، كنت مكالمة هاتفية، قال لي غنتلقى وغادي تثق بالذي جعلني اغيره. قلت له كيف؟ شنو يمكن؟ قلت له انا عندي كاين الملف القضائي ديالك اللي تيدوز محكمة الاستئناف، وراه اليوم كانت فيه الجلسة هذا الملف القضائي. قال لي هذاك الملف لن يبقى نهائيا، وما غاديش يبقى نهائيا في المحكمة، وأنا محامي وأعرف القانون، أن تصل الوعود توزيع ترغيب والترهيب أن يصل إلى هذا المستوى، هذا شيء لا بد أن أتحدث هنا، حتى إذا ما تنتحدثش في موته عن أي مسؤولية، نتحدث عن المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بما وقع السي عبد الوهاب بن فقيه، ونحن ننتظر ما سيقوله القضاء في هذا المشكل. طلب استئذار أجد من العار، وأرجو من أي صحفي منكم، إذا كاين ندوة صحفية وغتكون عنده إن شاء الله ندوة صحفية، يمكن توجهوه المعني بالامر اللي هو رئيس الحكومه. انا عادة تتحرك بعض الجهات وبعض الاجهزه وتتحيي قضيه ابتسام وشيار، وتتحيي عاوتاني قضيه استئذار والابناء ديالي. انا هذه الاساليب اعتقد ان الشعب المغربي من واحد المستوى تجعله يميز حقيقة بين الحقيقة والكذب. شكرا.